أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما سمعت بمكر أرسلت إليهن وأعتدت لهن وإلا
يخف عني وقيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين وإلا تصرف عني كيدهن وأصب إليهن وأكن من الجاهلين صدق الله العظيم. Ya, pendengar dan juga pemirsa serta para hadirin dan juga Dewan Hakim yang kami hormati.